أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية أن ما شهدته البحرين عام 2011 لم تشهده البلاد في تاريخها. وأشار معاليه في مقابلة في برنامج بالمختصر على قناة MBC، أشار إلى أن هناك تدخلا خارجيا كبيرا في أحداث 2011 قاده النظامان الإيراني والقطري ومن يتبعهما. 2011 كانت شيء لم تشهده البحرين من قبل في تاريخها، وأقصد من هذه الناحية أنها الوضع اللي صار ليس له أي علاقة بتطلعات أهل البحرين. تطلعات أهل البحرين كانوا سلك في طريقة عارفينها، ودائما هم في عندهم طريقة في التعامل وفي المطالبة، والكل متفاهم في هذه الأمور. هذه المرة كان في تدخل خارجي كبير، وأقصد في هذه في المقام الأول التدخل الإيراني بدعم وتمويل أعداد كبيرة من اللي كانوا تابعين لهم المتحزبين لقلب نظام البلد. أسهم في ذلك أيضا تدخلات أخرى من دولة خليجية اللي هي قطر، وتدخلات من دول غربية كانت عندها صورة أن هذا ما يحدث هو جزء من ما يحدث أو جزء من شيء أكبر وأوسع في الوطن العربي، وهذا كان شيء خطأ. فإحنا الحمد لله شعب البحرين وقف مع قيادته في هذه الأمور، والأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أيضا وقفوا وقفة الأخ الصحيحة لدعم استقرار البحرين. والحمد لله ما حدث في البحرين لم يغير الخط الذي انتهجه جلالة الملك حفظه الله في المحافظة على هذا النهج اللي فيه المشاركة وفيه التعددية، لم يتغير. فهذه الانتخابات اللي حدثت الآن يدلنا البحرين مستمرة على نفس النهج، لم تغيره، ونتطلع وسيشارك الجميع. فليس هناك، لما نتكلم عن المكونات ما نتكلم عن مكونات تفصلها خطوط طائفية أو خطوط أثنية. هناك مكونات في الفكر في السياسة، نعم سنرى الجميع من شعب البحرين مشارك ومتفائلين بذلك. وفي المقابلة نفسها جدد معالي وزير الخارجية وقوف مملكة البحرين الدائم مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المواقف والظروف. ويجب أن نحن بكل ما لدينا من قوة أن نقف في كل موجب مع المملكة العربية السعودية في هذه السياسة الجديدة التي تبني السعودية الجديدة، لأن هذه لنا فيها مصلحة حيوية لكل دول المنطقة، ويجب ألا نتردد لحظة، ومن يتردد سيكتشف أنه كان على خطأ في هذا الشأن، من جانب تجاه شقيقة اللي هي المملكة العربية السعودية، ومن جانب تجاه نظرتها للأمور أنها كانت نظرة خاطئة. كما أكد معالي وزير الخارجية أن النظام الإيراني لم ينجح فيما يسمى تصدير ثورته إلى المنطقة، بل نجح في إيجاد عملاء له في عدد من الدول، مشددا على أن الشعب الإيراني أكبر من نظام الولي الفقيه. هناك دول لا يهمها الشعوب ولا يهمها مدخول الشعب أو الحياة الشعب أو رفاهية الشعب. أقدر أعطيك أمثلة كثير، أقدر أعطيك أكبر مثل الجمهورية الإسلامية في إيران. في إيران طبعا أنا لما أقول إيران شيء وهذا النظام شيء في تاريخ هذا البلد، النظام اللي جاء مع آية الله الخميني، نظام الملالي. إيران أكبر من هذا النظام، وشعب إيران أكبر من هذا النظام. هذول جيراننا، وبيننا وبينهم مشتركات وموروثات كثيرة، إن كانت ثقافية، إن كانت يعني أخوة في الدين، يعني أمور كثيرة. لكن الوضع الحالي هذا النظام من سنة 79 وهو يحاول أن يتوسع ويسيطر وينصب نفسه ويصدر، على فكرة هو تصدير الثورة الإيرانية، يصدر الثورة ويحاول أن ينصب نفسه مسؤول عن كل شخص من المذهب الشيعي في العالم كله. لكن نجحت إيران في تصدير ثورتها، أليس كذلك؟ لم تنجح. ماذا تسمي حالة الحصار اللي يحيط بالمنطقة؟ حزب الله، هذه ليست تصدير. اليمن، العراق، هذا تعامل مع عملاء، هذا تعامل مع وكلاء،
تدفع لهم الأموال. هذا ليس تصدير ثورة، الثورة كلمة غير. الثورة تتعلق بشعب معين في بلده ضد ظروف معينة، ضد أوضاع معينة، لكنها مرتبطة بالأرض التي حدثت فيها. هذه كلمة ثورة. إذا هم يستخدمون أن الثورة تنتشر فهذا ليس كلام. الثورة ما تروح بفلوس.